احنا قربنا من احتفالات الهالوين هنا. الفترة دي بقى تبتدي كل الناس، مش كل الناس، الناس تحط برا البيوت كده حاجات خاصة بالهالوين، حاجات تخوف يعني، بقى مضحكة طبعا يعني. وبقى ما يجي يومها بقى يبتدوا العيال الصغيرين كلهم يخرجوا يقعدوا يخبطوا على البيوت وياخدوا حلويات. فلازم بقى كل واحد يبقى ايه مجهز كمية حلويات كبيرة في البيت. هوريكم كده شوية حاجات من الناس عاملينها في بيوتهم، شوية الزينة بتاعت هالوين. دول عاملين اهو، معرفش ده ايه، والناس اللي هناك دول عاملين مقبرة، قال يعني ايه هياكل عظمية ومقبرة. دول عاملين خيال مئاتة، ما يخوفش يعني، شكله اكشولي حلو. وفي ناس بتعمل حاجات خفيفة كده، دول حاطين زي ايه، قال يعني اشباح صغيرة. ودول عاملين شغلة، ودول عاملين كأنها مقبرة وشوية قال شوية أشباح. واللي جنبهم برضو عاملين ايه شوية أشباح واقفة برا. موضوع الهالوين بقى هنا ده تلاقي ايه العرب والمسلمين زي العادة منقسمين، ناس تقولك ده حرام تحتفل بيه خالص، وناس تقولك حلال بس تدي للعيال كاندي حلويات بس ما تحتفلش، ما تبعتش عيالك انت. كل واحد يقعد يطلع ايه رأي عن ايه الحرام وايه الحلال. انا رأيي ان ده تعقيد للمواضيع. الاحتفال ده هنا ملوش اي علاقة بأي خلفية دينية للموضوع. الموضوع كله العيال بتجيب كاستومز، بتجيب لبس بقى كوميدي، اللي يعمل نفسه اللي تعمل نفسها سندريلا، واللي يعمل نفسه ارنب ولا اي حاجة، ويطلعوا ايه يلموا حلويات. فالموضوع يعني مش محتاج التعقيد اللي احنا بنعمله ده. دول عاملين يعني شغل جامد جدا. مش كل الناس بتعمل، في ناس بتعملش خالص، في ناس بتعمل حاجات خفيفة، وفي ناس بقى زي دول ايه they're all in زي ما بيقولوا، عاملين يعني فيلم. شكله ده الناس اللي بتحب تخرج فيلم كامل يعني. ودول برضو كمان، دول مش عاملين حاجة خالص، هتلاقي ده بيتعرب جاهز، او مش لازم عربي يعني، بهرج حد ما لوش نفسه يعمل حاجة. ودول برضو عاملين شغل يعني جامد، جايبين شبح كبيرة والحاجات بقى اللي ايه مقبرة وبقية عيلة الأشباح. وهنا كمان همت، ما أعتقد يعني إنكم خدتوا فكرة عن إيه موضوع الهالوين، الناس بتعمل زينة إزاي. الوقت التاني اللي بقى فيه بقى زينة كتير جدا وقت الكريسماس. بيبتدي كل يعمل بقى أضواء برا وكده، بيبقى برضه شكلها حلو بالذات بالليل طبعا. فهم دول المناسبتين اللي الناس بتعمل فيها زينة كتير برا بيوتها. في الصيف بقى عموما كمان تلاقي الناس بتحب بقى تزين بحاجات حلوه بقى، اشكال حلوه، ورد وكده، بيعملوا كل بيت برضو تلاقي عامل تنسيقات مختلفه. الهالوين انا شخصيا ما احبش ان موضوع المقابر والكلام ده، في حاجات ممكن تتعمل فيه شكلها ظريف يعني، في ناس بيحطوا مش عارف خيال مئات ومبتسم، دي حاجات ظريفه. لكن يعني المقابر والحاجات دي انا شخصيا ما ايه ما احبش ان انا اعملها يعني. ده خيال المئات اللي بقول لكم عليه، شكله حلو مش حاجه تخوف يعني، مبتسم وكله تمام.